استضافت جامعة كفر الشيخ فعاليات أولى ندوات التوعوية للطلاب لمؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهارده احنا ندوة تثقيفية توعوية لمؤسسة حياة كريمة لجامعة كفر الشيخ، طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ وأعضاء تدريس وهيئة المعاونة. أنا سعيد جدا بانعقاد هذه الندوة في رحاب جامعة كفر الشيخ، وسعيد بالتواجد الكبير لأبناء وبنات الطلاب والطالبات والسادة عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين. الحقيقة كله متشوق إن هو يتطوع في للعمل في المبادرة العظيمة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، اللي بتستهدف تنمية الريف المصري. من حسن حظنا في محافظة كفر الشيخ إن المبادرة موجودة عندنا في مركز مطوبس، المركز اللي كان يعد بؤرة من بؤر الهجرة غير الشرعية، مش في كفر الشيخ بس، ده على مستوى الجمهورية. المبادرة اللي بدأت من النهاردة تقلل مستويات الهجرة غير الشرعية بشكل كبير جدا، لأن الناس بدأت تحس إن الاحتياجات الأساسية بتاعتها متوفرة بشكل أساسي بعد ما كان في مشكلة في الصرف الصحي، مشكلة في المية، مشكلة في الكهرباء، مشكلة في البنية التحتية، مدارس، مستشفيات، وحدات صحية، كل ده اتوفر. أنا النهاردة متطوع في حياة كريمة بسبب كلام الدكتور في الندوة التثقيفية عن قد إيه حياة كريمة بتساعد الناس اللي هي محتاجة، فأنا حبيت إن أكون جزء من حياة كريمة عشان أنزل وأساعد الناس، وإن شاء الله بإذن الله هاخد كشف من دكتور اسلام طه واجمع الناس المحتاجه فعلا وانها تستحق انها تساعد، وباذن الله هنساعدهم. اولا بينزل لنا كراتين وبعض الاغذيه بتنزل للناس المحتاجه، احنا بنعمل استبيان، بيبقى معانا استبيان ان احنا بنعرف مين الناس المحتاجه دي، فاحنا بنقدر نوصل ليهم هذه الكراتين دي، تمام. وتاني حاجه كان من قريب خالص اللي هي المدارس، طبعا دخلت المدارس علينا، كان نازل لينا دفعه من الشنط، احنا برضو عملنا استبيان للناس اللي هم المحتاجين، قدرنا نوصل ليهم للاطفال عشان يدخل على قلوبهم الفرحه والسعاده. احنا في حياه كريمه النهارده كانت مشاركه فعاله من الجامعه، وده اثبت لنا والناس كلها ان ازاي وقد ايه الجامعه مشاركه وفي ظهر المجتمع الخارجي بره. كان شرف ليا ان انا انضم لحياه كريمه، وبنوعدكم احنا كشباب مصري وكطلبه مصريين ان احنا دايما هنكون في ظهر اهلنا، وان احنا دايما هنبقى معاكم وعمرنا ما نتاخر عنكم. ده هدفنا وده واجبنا نحو يعني بلدنا وفي اتجاه بلدنا. انا بتشرف اني متطوع من لدى مؤسسه حياه كريمه، لان هي تعتبر المؤسسه الوحيده اللي بتعمل على ارض الواقع وليس لها اي اتجاهات، وبتوصل للحاجه اللي مستحقينها.